السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أنا بوجه نصيحة لريتال، الله يحفظها وبارك فيها يا رب. عايز أقول لك في البداية، أنا الأنشودة عجبتني خالص، ما شاء الله صوتك جميل وأسلوبك حلو في الأداء مية مية، بس ده ما يمنعش إن أنا أنصحك نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. معلش تتقبل مني النصيحة. أول شيء، أنت مش بتمدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ينفع تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بشيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما ينفعش. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. مش الموسيقى دي محرمة؟ ينفع نمدح النبي عليه الصلاة والسلام بشيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينفعش. ده أول شيء. الشيء الثاني، أنت بتقولي: ومدحت بطيبة طه. طيب طه مين؟ انت ما تعرفيش انه ليس من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام طه؟ لا ياسين ولا طه من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هي من الحروف المقطعة اللي بتكون في اوائل السور، زي الف لام ميم، طاسين، طه، ياسين، لكن ليست من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، عاوز اقول لك انت لسه صغيره وقدامك دلوقتي هتكبر، وكل الناس هتطلبك عشان تعملي حفلات والكلام ده، وانت طبعا ممكن تضعفي قدام الاغراءات والكلام ده. فانا عاوز اقول لك خلي بالك من نفسك. في بنات كتير بدات موضوع الانشاد ده لما لقيت صوتها حلو ولقيت نفسها مشهوره وبتاع، ابتدت ايه تقلع الحجاب، وبعد كده يعني الموضوع. ام كلثوم كانت في البدايه كانت منشده بتعمل انشاد، وبعد كده وصلت بقى ايه لخدني في حنانك خدني. وطبعا الناس المنتجين بفلوسهم طبعا بيغروا الناس، بيلاقوا حاجه زي كده مثلا اصواتها حلوه يقول لك نستغلها، تعال اعمل لك البوم، تعال اعمل. فخلي بالك، ربنا يبارك فيك، تمسك بدينك يا بنت عشان المغريات كتير، وربنا يبارك فيك ويحفظك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من اهل الفردوس الاعلى ويبارك فيك وفي ذريتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.